نظم حزب مستقبل الوطن في محافظة دمياط مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعرب المشاركون بالمؤتمر دعمهم للمرشح الرئاسي باعتباره قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر والقادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، مطالبين جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات. احنا بندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة ان شاء الله، وربنا يسهل عليه ويتملي في انجازات. احنا تملي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، النقابة العامة نقابة المهن الموسيقية، واللجنة النقابية بمحافظة دمياط. احنا وراك يا رئيس، احنا وراك يا رئيس، وبنأيدك من دمياط، بنأيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.